مرحبا، معكم سلطان من حساب جيم اوف ثرونز بالعربي، وراح اتحدث عن اهم اللقطات في الحلقه التاسعه وشرح ما يمكن ان يمر عليك. طبعا سبويلر اليرت للي ما تابع الحلقه، نصيحه لا تكمل المره. نبدا الحديث عن الحلقه من الشمال، وبالاخص معسكر ستانس قريبا من وينترفيل. طبعا اخيرا عرفنا سبب طلب رمزي من روس بولتون لعشرين جندي. اتضح انه كان يريد احراق كافه المعونات والاحصنه وترك الباقي لشتاء الشمال لعمل المطلوب. وبالفعل الشتاء أوصل ستانس إلى أقصى مراحل اليأس، واتجه للقيام بما كانت تطلبه منه ميليسينت في طوال الفترة الماضية، سواء في الرواية أو في المسلسل. فقط للتوضيح، شيرين إلى الآن لم يتم التضحية بها في الرواية. ولو شاهدتم آخر فصل تم عرضه من الكتاب القادم ويندز أوف وينتر، إن ستانس جعل شيرين ولية للعهد. صحيح، من بداية ظهور ستانس في الكتب حاولت ميليسندري إقناع ستانس باستخدام دم ملكي في التضحية حتى تزداد قوة سحرها. ولو تذكرتم الموسم الثالث الذي أحضرت فيه ميليسندري جندري ابن روبرت براثيان من أجل التضحية به، الأمر الذي كان سيحدث لولا تدخل دافوس من أجل إنقاذه. ولا ننسى أنه بالأصل شيرين وميليسندري وزوجة ستانس لم يذهبوا مع ستانس للحرب، بل على العكس بقوا في الجدار. لذلك أتوقع أن التضحية بشيرين لو حدثت بالرواية، أو كما تم التأكيد أنه سيحدث بالرواية، سيكون دون علم ستانس بالأمر. لذلك محبي شخصية ستانس يمكنهم أن يطمئنوا إذا علموا أن شخصية ستانس في الكتاب أفضل بكثير من المسلسل. طبعا تم التأكيد بأن حدث التضحية بشيرين سوف يحدث في الكتاب القادم، وذلك بسبب أن المخرجين تحدثوا أن الكاتب جورج آر مارتن قد قال لهم أن شيرين سوف يتم التضحية بها في الكتاب القادم، وأنا عن نفسي مهتم لمعرفة كيف سيتم ذلك. وطبعا أنا أحتاج من مشاهدي المسلسل أن يقتنعوا أن التضحية هو أمر موجود سواء عند رالور آلهة النار أو The Old Gods الآلهة القديمة. وكل التضحية التي قام بها ستانس حتى الآن هو محاولة تحقيق نبوءة رالور إلى النار، وأماني ميليسندري بأن يكون ستانس هو البطل القادم للإله النار أزورا هاي الذي سينقذ العالم من الخطر القادم. حتى الستارك والآلهة القديمة قديما كانوا يقومون بالتضحية من أجل أن تحيط بهم الآلهة وتنقذهم من الأخطار المحيطة بهم. هذا يعني أن ما قام به ستانس ليس من أجل الكرسي فقط، ولكنه هو بالفعل يظن أنه أزورا هاي، وهو يكره هذا الشيء، لكنه عليه القيام بالمطلوب منه مهما كان ذلك الأمر. نذهب الآن لمشهد آريا ستار، والتي كانت في مهمتها لقتل مسؤول التأمين في ميناء برافوس. وفيما يبدو كانت أسهل مهمة قتل. الرجل كان يطلب المحار المسموم ويترجاها لبيعه، لكن آريا ستار رأت وجها لاسم موجود في قائمتها، وهو حارس الرداء الملكي ميرين ترانت الذي قتل مدربها سيريو فوريل وأذل أختها سانسا ستارك. نصل الآن إلى آخر مشهد من الحلقة، وفقط للإيضاح نوايا زواج دينيريس تارجيريان من هيزدار مختلفة في الرواية عن المسلسل. ففي الرواية هذا كان طلبا من هيزدار، أما في المسلسل دينيريس تارجيريان طلبت الزواج من هيزدار، الذي وعد بدوره في الرواية أنه إذا تزوجته دينيريس تارجيريان لن ترى أبناء الهاربي أو أبناء الخطاف مرة أخرى، وهذا ما حدث بالرواية. لم يظهر أبناء الخطاف وأبناء الهاربي في الرواية، مما جعلنا نظن نحن قراء الرواية أنه زعيم. بينما في المسلسل ظهر أبناء الهاربي وحاولوا قتل دينيريس تارجيريان، وأنقذها جورا مورمونت وأمسك بيدها. الأمر المحير أن جورا مورمونت المصاب بالقشر الرمادي أو الجري سكين أمسك بيد دينيريس تارجيريان، والتي بدورها بعدما اشتدت الأمور وتمت محاصرتهم أمسكت بيد ميسين. لذلك أستغرب وأود أن أعرف رأي المخرجين عن طريقة تناقل مرض القشر الرمادي. ففي الرواية مجرد لمس المريض بهذا المرض ينقل إليك هذا المرض. ومن ثم بعد ذلك أتى دروغون أكبر تنانير دينيريس لينقذها ويطير بها بعيدا، وتترك أصحابها يحاربون أبناء الهاربي أو أبناء الخطاف لوحده، أو هذا الذي خطر في بالي حقيقة. شيء آخر وجب توضيحه، أن دينيريس تارجيريان في الرواية عندما اقتربت من فم دروغون الهواء الحار فقط كان كفيلا لسلخ قليل من جلدها،
يثبت لنا نحن قراء الرواية أن دينيريس تارجاريان تتأثر بالنار، وأن ما حدث لها في أول موسم لم يكن سوى حدث فريد من نوعه. بينما مخرجي المسلسل أصروا في محاولات عديدة أن يظهروا لنا أنها لا تتأثر بالنار. وفي الختام نشكركم على حسن استماعكم، ونأمل أنكم استمتعتم واستفدتم من هذا المقطع. كان معكم محدثكم سلطان من حساب Game of Thrones بالعربي، وشكرا جزيلا.